السياح الإسرائيليين كانوا يأتوا لمدة نصف يوم، ولا زالوا يأتوا لمدة نصف يوم، يزوروا فيها البتراء، يروجوا للبتراء وكأنها جزء من الباكج، جزء من الرحلة، يروجوا حتى للبتراء في المعارض العالمية وكأنها جزء من سياحتهم. للأسف الشديد كنا مضطرين لإدخالهم وإدخال السياح الأجانب الذين يأتون من خلالهم. دائما كانت عندنا مشاكل مع السياح الإسرائيليين، دائما كان عندنا يعني اضطررت أنا شخصيا عدة مرات بأن أتخذ قرارات للحد من هذه المشاكل التي يتسببون بها. أول هذه المشاكل كان بأننا ألقينا القبض على كثيرين منهم، كانوا يحاولوا أن يدفنوا مقتنيات قارية عليها كتابات عبرية. مسكناهم في وادي بن حماد بالكرك، مسكناهم في البتراء، وقمنا بإجراءات تسفيرهم وسفرناهم ووضعناهم على القائمة السوداء. قمت لذلك، اتخذت إجراء في ذلك الحين بأن لا يكون هناك أكثر من كل خمس سياح إسرائيليين معهم مرافق. نعم، مرافق شرطي يعني أمني يعني. تفضل سيدي. مرافق أمني شرطي من الشرطة السياحية. مرافق أمني وأيضا دليل. نعم. يعني لأنه أيضا لا نريد، يعني لاحظنا بأن شرح الدليل الإسرائيلي كان يعطي معلومات خاطئة لهم وللسياح الأجانب الذين يأتون من خلالهم. نعم. فقررنا بأنه السائح القادم معهم أو منهم يجب أن يكون معه دليل أردني حتى يعطي الشرح الحقيقي للمنطقة، وأنتم أدرى بكيفية تزويرهم للتاريخ، لتاريخ لتاريخ العربي بشكل عام، لتاريخ منطقتنا يعني هل معالي مها الخطيب تم إقالتها على خلفية موقفها هذا من السياحة اليهودية في الأردن؟ خليني أقول لك أستاذ فارس، أنا خرجت بتعديل وزاري لأسباب عديدة. نعم. أنتم كلكم تدركونها وتعرفونها، منها مشاريع كان في عليها علامات سؤال كبيرة، وقمت بإيقاف مشروع كبير وأنتم تعرفونه، يعني ما مش راح أشرح عنه. يعني إذا ما عليك بتذكرينا فيه بكون أفضل. أيضا كزن البحر الميت، مشروع الكزن، يعني هذا كان أحد الأسباب، لأنه تكررت شكوى السفير الإسرائيلي في الأردن في ذلك الحين، شكاوي علي، كان يرسل رسائل فيها شكوى على وزيرة السياحة، أولا للقرارات اللي كنت أتخذها، وثانيا لأني لم أقبل مقابلته ثلاث سنوات ونيف وأنا في الوزارة، لم أقبل أن يدوس بقدمه مدخل الوزارة، فاستاء ويعني رش على الحكومة رسائل. نعم. كلها احتجاج.